نكمل أخبارنا مع محمد رمضان اللي قدم ندوة الأسبوع الماضي بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وكان في كتير طلاب بيستنوه حكى فيها عن بداياته والمواقف اللي واجهها، وإحنا أكيد كنا موجودين. كنت مبسوط جدا وبشكر إدارة الجامعة على أنها يعني كانت سبب أن أنا أشوف هذا الحب من جمهوري. وهالحب شفناه لما دفع عليه الطلاب هو وداخل القاعة، وكمان لما خلص الندوة. وحتى لما دخل الغرفة ليعمل مقابلات مع الصحافة كانوا عم بدقوا على الشباك. أنا مؤمن زي ما قلت في الندوة إن لكل مهنة مدير، ومهنتنا هي المدير فيها هو الجمهور، هو اللي بيبقى نفسي أشوف ابتسامته، بحس إن المدير مبسوط مني، والجمهور هو اللي بيرقي، وهو هو اللي بيخبط برضه الجمهور. فرمضان ما بيفوت فرصة إلا ما بيشكر الجمهور يلي بيعتبره الداعم الأول إله، وأغلب حديثه بالندوة كان عن هالموضوع. جملة اللي قلتها في أغنية نمبر 1 اللي أنا جمهوري واقف في ظهري، دي مش جملة مش جملة وخلاص، دي حقيقة. فده اللي أنا شفته النهاردة. أنا جمهوري واقف في ظهري. وكان من الطبيعي إنه يغني لهم الأغنية لايف. وبوقت سابق أعلن إنه عم بيفكر يقدم حفلات يغني فيها، وهون كان لازم نعرف منه إذا هالمشروع بعده قائم. لو جمهوري عايز نعمل حفلة أكيد مش هبخل يعني، بس الفكرة ان انا ممثل ومشغول دلوقتي يعني ممكن اعمل حفلة في وقت فراغي بقى يعني، فاهمة؟ انما مش هوقف مشروع او مش هعطل شغلي كممثل. فهو عم بحضر لأكثر من مشروع، ومنهم فيلمين، واحد مع المخرج هادي الباجوري والتاني مع العدل جروب. فيلم استاذ محمد ناير واستاذ هادي الباجوري اسمه رجالة حمزة، وفي فيلم بطل عادي ده تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج الأستاذ مندو العدل، إنتاج العدل جروب. وفي فيلم يعني مش مسموح لي أصرح عنه دلوقت، ولكن هو فيلم عن بطل من أبطال القوات المسلحة. والمشروع الأول اللي رح يبلش تصويره هو فيلم بطل عادي، وبدأ فعلا التحضير لهالدور، وأول خطوة كانت أنه يوقف ممارسة الرياضة. أنا قاصد أن يبقى هو مواطن عادي جدا، فأنا عايز أعمل البطل العادي اللي شبه الناس، اللي مش لازم يبقى هالك عشان يبقى بطل. لا، هيدا بالسينما. أما بالدراما فكان لازم نشوفه العام الجاي برمضان بمسلسل الزلزال يلي يبدو أنه تأجل. مسلسل زلزال ده اسم المسلسل، إنتاج الأستاذ تامر مرسي، شركة سينيرجي. بس انتشرت أخبار بالفترة الماضية عن خلافات بينه وبين شركة O3 للإنتاج التلفزيوني حول عدة بنود بالتعاقد بينهم، ومنها الدخل المادي. أنا لم ولن أطلب من O3 أن أنا أزود أجري خالص، إحنا اللي التزمنا بيه ده هو اللي أنا هاخده، ولكن هيتم تعويضهم في 3 سنين في المستقبل بإذن الله. الثلاث مسلسلات بتوع MBC إن شاء الله هيتم ترحيلهم، كانوا 2017 2018 2019 هيبقوا 2020 2021 2022 ان شاء الله. وباخر الحديث كشف لنا عن مفاجاه، وهي انه سجل ديو مع سعد المجرد قبل ازمته، لكن طرح الاغنيه مؤجل. اول اغنيه في انتظار خروجه بالسلامه ان شاء الله، يطلع سالم غانم باذن الله ببراءه باذن الله، ونصورها والجمهور يشوفها ويسمعها، اغنيه هتفوق أغانينا كلها.